أين سلاحكم يا عرب؟ أين عتادكم يا عرب؟ والله لو أعطيتم أهل غزة 1% من أسلحتكم لتحررت فلسطين. أعيرونا مدافعكم لا مدامعكم، أعيرونا مدافعكم لا مدامعكم، أعيرونا مدافعكم وضلوا في مواقعكم. أخبروني متى تغضبون؟ إذا انتهكت محارمنا قد انتهكت، إذا ديست كرامتنا قد ديست، إذا قتلت معالمنا قد قتلت، إذا هدمت مساجدنا فلقد هدمت. أخبروني بربكم، أخبروني بربكم. يا من أسلحتكم صدئت، يا من جيوشكم تستعرضون لنا فيها على الشاشات ليل نهار، يا أصحاب الأسلحة والصواريخ والقاذفات، إن مصر نبيكم يدافع عنه بالحجارة، فيا للعار، يا للعار، مصر نبيكم يدافع عنه بالحجارة. لكن يا أهل غزة صبرا، يا أهل غزة صبرا، فإن موعدكم الجنة.